السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي. النهاردة هناخد درس صديقي. هناخد دلوقتي أهم الأسئلة حول الدرس. أول سؤال: مع من كان أمير عائدا إلى البيت؟ تبقى الإجابة مع صديقه نبيل. ماذا رأى أمير ونبيل وهما عائدان إلى البيت؟ رجلا عجوزا يحمل أكثر من حقيبة. ماذا فعل نبيل عندما شاهد الرجل العجوز؟ أسرع نبيل إلى الرجل العجوز وحمل عنه حقيبة من الحقائب. ماذا فعل الرجل العجوز مع نبيل؟ شكر الرجل العجوز نبيل. ماذا رأى نبيل وأمير في الطريق؟ رأى نبيل وأمير في الطريق قطة صغيرة منكمشة بجوار حائط تصدر صوتا ضعيفا. ماذا فعل نبيل مع القطة وما أثر ما فعله عليها؟ قدم نبيل الطعام للقطة فهدأت واطمأنت. فيما يشبه الحيوان الإنسان: الحيوان يجوع ويظمأ مثل الإنسان. ماذا تعلم أمير من نبيل؟ تعلم أمير من نبيل دروسا مفيدة، وهي أن يساعد الإنسان ويعطف على الحيوان. كده تكون انتهت حلقة النهاردة، وإلى لقاء آخر.